خير؟ مساء النور. وكمان بتقولي مساء النور؟ عار انك تخرج من خلف ابوك واهل بلدك. ابوي قال الزمان بيتقدم. ودي معناها تروح تتجوز غزية؟ تعيشها كيف دي يا محسب؟ انا استحملت كتير، انما قسما بالله العظيم لو شغلت الحمار ده لانا مكتفك ورقعك علقة عمرك ما كلتها في حياتك. طبعا لو كنت سافر كان زماني بجيبي 5000 جنيه، تليفون صغير لهمان بيه بتاع البوليس السياسي، ويبقى بجيبي 5000 شهادة من البنك الاهلي. معناها الرضا، وما دمت انا راضي وابوها راضي يبقى خير البر عاجله. بيطري معش بهايم. هو حضرتك كنت بتشتميني انا؟ من حقي اعرف حقيقه علاقتك بالشريف قبل ما تتجوزي. ومين ما بيحبش رشدي اباظه؟ ومين فينا كيعني ستات في البلد دي ما كانش بتعتبر ان رشدي اباظه ده هو نجم النجوم وهو الساحر، وكلنا اتمنينا انه يبقى في يوم من الايام ياتي مثيل رشدي اباظه ليكون ليخطف قلوب البنات. الحقيقه انه كان ساحر في السينما، وكان ممثل بارع جدا متنوع الادوار، مش بس دون جوان، مش بس الرجل اللي هو الجميل الهانسم اللي هو يعني وسيم، لكن ايضا كان رجل كان بيمثل افلام مختلفه ومتنوعه. والنهارده هنتذكره في ذكرى رحيله، لكن الحقيقه واحنا بنقدم السلسله دي بنقول ان هؤلاء العظام لا يرحلون، لان هم فاضلين في كل أفلامهم اللي بتعرض في كل المحطات، فاضلين في ضمير أمة، فاضلين في يعني ذكريات شعب. يفضل الفن هو تراثنا وهو أهم أدواتنا الناعمة في مصر. اسمحوا لي أن أنا أرحب بضيوفي من الأسرة. اسمت رشدي أباظة بنته الوحيدة منيرة أباظة شقيقته، و مخرج طاهر أباظة. وطاهر انت ابن بنت عمه، يعني أيوة، ابن زوجته الأخيرة، وطبعا صديقنا اللي بيتابع معانا كل هذه الرحلة الناقد الفني الكبير طارق الشناوي. اهلا بيكم. انا مبسوطة جدا طبعا ان انتوا نورتونا النهاردة. واسمت انا شايفة ان احنا جبنا الـ أيوة قلادة النيل اللي سلمها لك. أيوة، رئيس عدلي منصور. أيوة، وحضرتك كنت موجودة. كنت موجودة. يعني عشتي قد إيه؟ قد ما عشتي مع رشدي أباظة. مين كان الأب؟ بصي، هو صعب قوي بالنسبة للممثلين إن هم يدوا ولادهم زي الأباط العادية، لأن هم بيدوا الكل، فهو مش عنده بنت واحدة، هو عنده شعب بلد بحالها بيديها. فطبعا ده بياخد مني طبعا، او بياخد من الاولاد. بس بعديها لما بنكبر بنفهم قد ايه انت فخوره بابوكي. يعني هقول لك ايه، لغايه النهارده دلوقتي بابايا بقى له 37 سنه مش موجود، واي حد في الشارع لو عارف ان انا بنت رشدي اباظه ما اقدرش اقول لك بيعمل معايا ايه. ستات، رجاله، بنات، غني، فقار، anything، بيعشقوا. عايزه ايه اكتر من كده انت؟ انت بنت الـ 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 الام الاجنبيه، يعني هو تزوج 5 مرات؟ 5 ولا 4؟ خمسة. وبعدين مامتي. بعدين مامتك اللي هي باربرا. باربرا، وكانت جنسية امريكيه. امريكيه. ثم وبعدين طنط سامية اللي قعدت 18 سنه. قعدت فتره كبيره. دي اطول زواجه. اطول زيجة. الصبوحه دي اقلهم زمنا. اقلهم لا، ده 3 اسبوعين. اقل كمان. الناس قالت 24 ساعه. 24 اسبوعين. لا، هو 48 ساعه. طب نسال بقى منيره. نسال منيره، انت عشتي معاه بقى يعني
كنتوا عيله مترابطه ولا نتيجه بقى انفصال الاب والام وكده العيله ما كانتش مترابطه قوي؟ لا احنا كنا مترابطين جدا وخاصه لما ابتدى يعني يبقى رشدي اباظه. يعني انا قبل كده قلت كتير ان هو كان بالنسبه في الاول كان صعب جدا لانه هو بعد عننا فتره، احنا كنا صغيرين، احنا في فرق في السن كبير جدا. طبعا انت اصغر من ما بيني وما بينه. بس ابتدينا نرتبط قوي قوي ببعض، يعني سبناه مثلا 8 سنين 16 سنه ابتدينا نشوفه. لانه كان في دخل مدرسه داخليه وبعدين بابا ما كانش موافق انه يبقى ممثل، وبعدين حصل انفصال شويه. هو كان في القاهره وانا بابايا ضابط بيخدم في كذا بلد يعني. وبعد شرطه بابا كان ضابط شرطه، كان لواء شرطه. فطبعا كان صعب جدا في الاول انه ازاي رشدي اباظه يبقى فنان، والعيله الاباظيه كمان عيله صعبه يعني. عيله اولا عريقه مش شرقيه بالظبط، عيله كبيره، وفي الوقت ده ما كانش لسه الفنان يعني بيبقى سهل ان هو يبقى فنان من الاسره الاباظيه. كان بيدلع عليه مشخصات وعيب ازاي ابن العيله ابن البشوات يبقى. بعد كده بقى ابتدى يرتبط بينا جدا رشدي، يعني في عمرنا بقى 16 17 سنه ابتدى يرتبط بينا، وابتدى يبقى كل الوقت الفاضي بيقضيه معانا. احنا تلات بنات وولدين، فكري فكري اخويا الله يرحمه فكري ورشدي، واحنا تلاتة منيرة ورجاء وزينب. كان دايما يعني انتوا كنتوا مرتبطين بحياته، مرتبطين بفنه بزوجاته، ولا كان مرتبطين بيه هو؟ بيه هو مرتبطين بيه هو. يعني هو بالنسبة لنا كانت لما يجي يقضي معانا ايام او وقت هو ما عندوش تصوير فيه، بالنسبة لنا ده كان يعني بيبقى احلى يوم في حياتنا. دمه خفيف جدا، ومرح هو لا هو رشدي اللي انت بتشوفيه. هو ده هو نفسه، هو ده هو ده نفسه، هو رشدي بصراحة. يعني انا دايما اقول لهم رشدي عمره ما كان بيمثل، هو دي حياته، دي طريقته، ده الضحكة بتاعته، دي المقالب بتاعته، حتى الخناقات والخناقات بتاعته هو رشدي. رشدي ما اتغيرش عن ابدا ابدا ابدا، تحس ان هو شخصيه مختلفه وهو بيمثل. طاهر انت عشت معاه قد ايه؟ او يعني تعرفه بقى يعني؟ لا او يعني اعرفه من ساعه ما وعيت على الدنيا طبعا، لان عم رشدي الله يرحمه كان على صله وثيقه جدا بابويا الله يرحمه. انا ما شفتش ابويا خالص، ابويا توفى قبل ما اتولد. فعم رشدي كان بيصور فيلم اسمه اعظم طفل في العالم في لبنان. فلما جه الخبر عم رشدي تأثر جامد جدا جدا، عشان أقدر كان اكتر من اخ. يا بس هو هو ايه، ابن عمه مثلا ولا كانوا ومتربيين مع بعض من صغرهم. فوعيت على عم رشدي من طفولتي، وكنت بحبه جدا لان ما شفتش بابايا. فكان بالنسبه لي عم رشدي زي ما يكون بابايا، فكنت اول ما اشوفه اترمي عليه ويشني ويحضنني. هو كان واللعب كان بيحبه وكان اللعب كان على طول بيجيب لي، بيروح لبنان بقى فشوف كان بيجيب لك لعب ايه. ابا حضرتك كان بيجيب لي بنادق وكل لعب وكده، كنت بحبه جدا ودايما اترمي عليه، كان بالنسبه لي حاجه كبيره قوي يعني. ثم تزوج والدتك وده كان النتيجه الاخيره. ليه اتجوزها؟ ما اعرفش، هو بعد كده هو كان عاوز يستقر. وعشان كان عاوز وعشان طاهر، وبرضه هو سمعت ان هو حبا قال عاوز يربي ابن طاهر الكبير، ابن اخوه يعني ابن طاهر ده كان بالنسبه له لانهم نفس السن. فانت كنت حاسه ان هم ان انتوا اخوات؟ يعني انت بتحسي ان انتوا اخوات؟ اول لحظه شفنا بعض طبعا، يعني اسمه طاهر انتوا حاسين ان طبعا 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 قوي 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 طبعا. عارفه بيبي الكيمستري بينا جامده جدا يعني، جامده جدا. طارق يعني دي العيله، لكن انت الفن يعني، انت الـ 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 التاريخ بقى اللي له علاقه بالممثل رشدي اباظه. وهنا بسالك عن الممثل رشدي اباظه، ما هي دي العيله اللي بتنتج كمان عمالقه الجينات الابداعيه، تطلع شاعر عملاق زي عزيز اباظه، تطلع كاتب عملاق زي ثروت اباظه. فهي عيله بطبعها قادرة على الإبداع بكل مجالاته. طبعا رشدي أباظة حالة إبداعية استثنائية في تاريخ الجينات كلها، لأنه حتى ده النجم الوحيد، يعني نجوم كتيرة خدت أسماء كتيرة، إنما هتلاقي رشدي أباظة كان اسمه إيه؟ ساعات يكتبوا كده نجم النجوم. نجم النجوم. نجم النجوم. على الأفيشات. إن هو خلاص يعني تجاوز بوجوده أي نجم. إمتى كانت نقطة إنه بقى نجم النجوم؟ يعني ابتدى ممثل صغير كالعادة، ثم امتى كانت نقطة التحول؟ انا رأيي في من 57 58، ومن خلال عز الدين ذو الفقار. عز
شوفي قد ايه الناس كانت الابداع رقم واحد. عز مخرج كبير جدا وعنده كمان صلاح طبعا اسم كبير صلاح، انما صلاح ذو الفقار صلاح ذو الفقار، لما كان عند عز يقين عنده اتنين يحبهم جدا، فاتن حمامه مش بس كزوجه كان بيحبها كممثله، حتى اساسا هو اخرج لها بعد رحيل بعد عمل بعد طلاقهم بين الاطلال ونهر ونهر الحب، يعني عايز اقول انه ورشدي اباظه كان بيراهن على رشدي اباظه. الرهان بدا بادوار صغيره، افلام في ادوار صغيره زي رد قلبي دور، لكن هتلاقي البطل شكري البطل صلاح شيئا فشيئا الرجل الثاني، ودي نقطه فارقه جدا في تاريخ رشدي اباظه. في الرجل الثاني فجاه الوسط اكتشف ان في عملاق قفز درجات اللي هو رشدي اباظه خي اكرم خي اكرم، ومن اجمل المشاهد المشهد اللي بيمثله في الكازينو اداء مسرحي للحاله، ده من اجمل الابداعات اللي هو ابداع ممثل طبعا. وفي جود مخرج دايما رشدي يقول ايه، انا بدات 20% رشدي و80 عز كان من المخرجين اللي يمثلوا للممثل زي يوسف شاهين يقول له مثل كده زي حسن الامام. طيب نشوف بعد كده بقى 80% رشدي اباظه بس مش 20% من الرجل الثاني تحول الى 80% رشدي و20 عز، لكن في البدايات كان عايز هو يقوله اوكي نعمل اللي انت عايزه. ممكن اضيف لحضرتك حاجه بس؟ قول فيلم امراه في الطريق طبعا فيلم برضو عز حمايه ده بقى يعني فيلم امراه في الطريق معلوماتي عنه ان كان هدى سلطان وكان فريد شوقي وفريد فريد لا شوقي شوقي كان فريد هو البطل بعد كده بالظبط لما فريد اعتذر جابوا شوقي سرحان رشدي والدور رشدي لا رشدي دي مشكله ما هو رشدي قفز وتاني قفزه والدور كان مفروض شكري سرحان هيعمل الشاب الجاد ايوه ورشدي اباظه هيعمل عز غير برضه عز هتلاقي عز مهم في حياته فهو فهو شكري سرحان مش هتليق عليه كان الدور الطيب شكري سرحان كان يعني نجم ساعتها فاختار الدور القلب ده صعب المدلع وعمل رشدي اباظه الدور بتاع الشاب الكات والفيلم طبعا التالت كان نقطه مهمه جدا لهند رس لهند لهدى سلطان طبعًا. الفيلم التالت تمر حنا لحسين تمر حنا دول تلات افلام في فتره سنه عملوا قفزه صح قفزه لرشدي صح علته قوي. نشوف جزء من الرجل الثاني خي اكرم ومين ينسى الرجل الثاني وخي اكرم. بعد اذنك خي اكرم الليله دي انا هبقى الساحر وانتوا المتفرجين. الليله دي هعمل لكم معجزات، هجيب لكم ناس من اخر الدنيا لحد هنا في غمضه عين، هصحي الميتين واموت الصحيين. خساره انه مفيش متفرجين غيركم، على العموم تتعوض انه العالم كله هيتكلم عن المعجزات اللي هعملها الليله دي. نبتدي بالنمره الاولى، فتحوا عينيكم كويس، اظهر وبان عليك الامان. ده انسان مش تمثال، هنزيح عنه الستار دلوقتي حالا. خطيبتي لم يتعرفه كويس كويس قوي. ايوه يا لميا، اخوك اكرم الحقيقي مش المزيف. الفيلم ده كان فيه صباح وسامية جمال. ايه يا جماعه الخناقه ابتدت هنا ولا ايه؟ صدفه لا بعديها بكتير. انا عارفه ان بعدها بكتير بس اسمت يعني انت الوحيده اللي قلتي عليها طن سامية جمال. طبعا الوحيده اللي اعتبرتيها طنط، يعني دي الوحيده اللي انت علاقتك بيها علاقه علشان بحكم العيشه، لكن هم كلهم نجوم بالنسبه لي. طبعا لكن سامية جمال بالنسبه لك انت ايه؟ سامية جمال بالنسبه لك انت ايه؟ الجانب الانساني علاقتي بمدام سامية. لا كانت كويسه قوي معايا وطيبه وكده، واخدي بالك اطول فتره جواز انا قعدت معاها من 4 لـ5 سنين. بس برضو خدي بالك يعني صحيح ما كانتش بتمثل،
لكن بتصحى مع ابويا وتنام مع ابويا. فبرضو الفترات انا كنت دايما مع الناس اللي بيشتغلوا في البيت. يعني سميها تحت رجلين دادي ودادي تحت رجلين الشغل. فانا مع الدادات اكتر الوقت، لكن كانت حنينه وكانت طيبه وكانت في الفرح. كانت بتيجي هناك عندها، يحبوا بعض قوي هما الاثنين، يا ما كانش في اي اشكالات معاها. طب نشوف برضو جزء من حوار بين يعني ميرفت امين كانت مذيعه وعملت حوار في التلفزيون المصري، دخلت بيت رشدي اباظه وحاورت، كان وقتها متجوز ساميه جمال، وساميه جمال كانت موقفه تمثيل مده طويله على ما اعتقد، وكانت بترجع للتمثيل مره تانية. نشوف الحوار ده، ميرفت امين ساميه جمال رشدي اباظه. ايه يا جماعه ده حاجه رهيبه جدا. البريمادونا كانت رائعة في تمثيل دورها الليلة دي. مش أروع من تمثيلك عليا دور العاشق الولهان؟ أهو أنتِ بتطعنيني في أعز مأملك. إخلاصي ليكي. إيه دي؟ عصاية. ما تعرفيش عصاية مين دي يا حلوة؟ دي عصاية وصفي، كنت مخبيها عندي. أصل نسيها في الكباريه. طب ليه ما قلتليش عليها؟ ابدا، كنت هقولك بس ما جاتش مناسبه. اهي جات المناسبه، وبالمناسبه بقى ما كنتيش عارفه انها عصايه ذهب؟ ذهب؟ مش معقول، وريني كده. لا، كل شيء وله اخر. كلمه قلتيها حكمه، كل شيء وله اخر. انا عايش معاكي في سجن يا سمرة، وانتي السجان اللي بيعد عليها كل خطوه، كل حركه، كل نفس. تفتكر لحد امتى هستحمل حياه بالشكل ده؟ فوقي نفسك يا هانم، تعيب مش اخويا، نقل صاحبي. كريمه خطفت الكره مني ومنك يا هانم. مش ممكن، مستحيل. ما تضايقهاش يا نرجس، دي سخانه. خلاص كده ولا ايه؟ امري لله، انت اللي كسبت. بس انا لسه معرفتش ايه الرهان بيني وبينك. برضو انا هرقص معاكي. لا، هرقص لك. طب ولو كنت انت اللي كسبتي رهان؟ ما تخافش، كنت برضه هرقص لك. هقول لك على خبر يضحكك اكتر. انت ما خلصتش مني انا وبس، انت خلصت كمان من البنت اللي بيني. منى ماتت يا عشمي، ماتت. اتفضل. اولا يا مدام تامية، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يا ترى على ايه؟ الحمد لله على السلامه، على رجوعك للسينما والفن وجمهورك اللي غبت عنه مده طويله دي. ميرسي قوي قوي قوي. مدام تامية، كان المفروض الاستاذ رشدي معانا في المقابله دي. يا ترى موجود ولا مواعيده زي مواعيد السينما مش مظبوطه؟ جوزي مواعيده مش مظبوطه، ده مواعيده بالدقيقه، لكن في الشغل بس، في البيت لا، مش بالدقيقه ابدا. طب هو فين؟ تعالى افرجك هو فين بقى. طب يلا بينا، تعالى اتفاجئوا كده اهو. ايه ده؟ احنا اتفقنا على كده برضه؟ اصلي دي هوايتي المفضله الصراحه، الصيد. ده مش للتصوير يعني؟ لا مش للتصوير، بس احيانا بيني وبينك لو المنتج ما دفعش القسط اهو هو حر بقى. ما تصدقيهوش، دي هوايته المفضله. وكل اسبوع لازم يقعد يعمل الشغلانه دي. كل اسبوع؟ بس انا دلوقتي خلصت. ايه رايكم نقعد في الفرندا؟ الدنيا حر قوي. ياريت. اتفضل. كتر الف خيرك. استاذ رشدي، في رايك ايه الاسباب اللي بتساهم في استمرار الحياه الزوجيه بين الفنانين؟ اعتقد انه في اسباب كتير جدا. الجواز في نظري عباره عن ورقه يا نصيب.
بيقولوا في الامثال القديمه البلدي بتاعتنا انه ربنا خلق لكل واحد واحده. مين هي ما نعرفش. الفنان والفنانه لما بيكونوا متجوزين مع بعض لازم نعتبرهم راجل وست. الراجل والست او الفنان والفنانه اي دوافع تخلي يبقى في فشل في الزواج ممكن يحصل سواء كانوا ممثلين او سواء كانوا بني ادمين عاديين. طب رأي مدام تانيه بالنسبه للفنان والفنانه يعني التفاهم اهم حاجه. طبعا الحب ده مهم في الاول ولازم يكون في تفاهم وفي ثقه، ولما بيكون في كل الحاجات دي بيبقى الزواج دايما يعني عرش سعيد وبيبقوا مبسوطين وسعداء. يعني وانتم بتتفرجوا على ده رشدي أباظة بتاعكم مش كده؟ هو رشدي، هو رشدي اسمك؟ يا روحي عينيها يعني خلاص ابتدت بقى تتذكر وعينيها تدمع خلاص اسمك. منيرة ده رشدي أباظة يعني انت بتشوفيه هو ده هو رشدي. دي طريقة كلامه، دي طريقة كلامه، طريقة ضحكته. بشوفوش مختلف أبدا، يعني عمري ما أقول إنه رشدي بيمثل. رشدي كان فنان بكل معنى الكلمه بكل جوارحه. في فيلم واحد اللي هو مثل فيه اللي هو اخر حاجه مع مدام فاتن حمامه اريد حل، اريد حل طبعا ده كان هو كان احلى الغول البني ادم كان غول فيه. مدام فاتن قابلت الست وقعدت معاها وسالت ده بابايا لو كان قاعد مع الراجل قال لي ما رضيتش قبله لانه كنت هضربه لغايه ما اموته. وهو كمان في المحكمه الشرعيه فاثناء تصوير الفيلم كان بيشوف ستات غرابه جدا محتاجين نفقه وكده، كان بيطلع من جيبه ويديهم كانوا بيصعبوا عليا جدا. كان بيحب المراه ولا بيحترمها ولا ايه؟ بيحترمها بيحترم المراه بيحترم برغم تعدد زيجاته يعني. لا بيحترم المراه وده الدليل القاطع على ان كل الستات بتحبه. ده حقيقي. حتى كان بيعرف ازاي كان بيعرف ازاي يتعامل مع المراه يعني بدليل انه مثلا تحيه كاريوكا الزوجه الاولى تظل بالنسبه لها حتى الرحيل يعني تحيه مات سنه 2000 دايما عندما تتحدث انت عارفه تحيه اتجوزت 17 مره فيعني باع طويل. انما تقول لك الزوج والرجل يساوي رشدي أباظة برغم صح. في 16 علاقته بساميه جمال الفنيه بقى يا طارق واضح ان هم عملوا مع بعض شغل كتير. بس انا بتصور ان العلاقه الشخصيه اعلى من العلاقه الفنيه، يعني الكيميائيه بين تركيبه مدام ساميه وبين رشدي أباظة هي اللي اسفرت عن الحياه طول المده. طول المده مش الثنائيه الفنيه يعني ممكن تقولي انه صلاح ذو الفقار وشاديه الثنائيه كان واضح على الشاشه او الكيميائيه على الشاشه، لا بالنسبه لرشدي والساميه لا العلاقه العميقه هي علاقة إنسانية أكتر منها وهي بطلت شغل فترة طويلة بالظبط بالظبط ده علشان تهتم برشدي ولا عشان بتحبه عشان بتحبه رغم إنها كانت راقصة عايزة تتفرغ له فنانة ممثلة كبيرة يعني إنها تتخلى عن كل ده عشان تتفرغ له عشان تتفرغ هو من فوق الفترة الصغننة اللي بيبقى موجود فيها فاضي. ما لو هي بتشتغل برضه هتقابله إزاي؟ لان فتراته والشغل بتاعته كانت كبيره قوي. بس هو بقى كان يعني كل الستات بيحبوا رشدي أباظة، هل هو كان بيدلع الست ولا هو أوي كان أوي يعني ذكوري عايز حاجات تمشي بشكل معين؟ لو قاعد في مكان فيه 30 ست بس كلهم بيحسس كل واحده ان هي احسن واحده واحلى واحده واشيك واحده ويحسس كل واحده ان هي احلى واحده. كان عنده اسلوب في معامله المراه. كان بيعلمك ايه اسمك؟ لا هو حاول يعلمني السر واتخانقنا. طاهر انت ايه اكتر حاجه علاقته كمان الجزء المهم علاقته الانسانيه حتى بالكومبارس معروف حكايه انه اول حاجه يسال قبضوا ولا لا؟ ما قبضوش طب مش هنتصور. هو بيتكلم ياكل معاهم القسط ولا ياكل معاهم بالظبط. طلب ان هو يدفن في نزله السمان لانها منطقه قريبه من الكومبارس ودفن فعلا تنفيذا رغم انه ابن البشوات يعني ده ابن عائله يعني ارستقراطيه ولكن عندنا مقابرنا في الشرقيه بس احساس ان دولت حبوه بصدق. دايما كان عنده احساس انه البسطاء دولت اللي انا باكل معاهم طعميه وفول على الارض
دول هم اللي هيفضلوا بالظبط اللي هم أيوة اصلا أيوة. الجبريه ويحبوني الجبريه بتوع هناك اللي هم بتوع الهرم بتوع الهرم بتوع الخيل لانه كان بيروح يركب خيل هناك هو جبريه جميل. طب نشوف مشهد من امراه في الطريق وده برضو كان فيلم مهم جدا بالنسبه لكل الناس، بالنسبه لهدى سلطان، بالنسبه لرشدي اباظه، بالنسبه لشكري سرحان، وطبعا ده كلهم كانوا استاذ عبد الحي اديب، فانا طبعا حافظه الفيلم ده. طبعا بهي. نعم. ألسنة الناس دي اللي ما بترحمش لازم نقطعها. هنعمل ايه يا سيساب؟ هنمسك لسانهم؟ اقول لك انا نعمل ايه. هاتي ودني. ايه يا سيساب؟ هاتي ودنك امال. قلتي ايه؟ ما انت عارف اللي هقوله يا سيساب. ان شاء الله لو ما الحال يتصلح ودي اختي الكبيره هتتجوز هاجي عندكم اشرب شاي ونتم الموضوع. ازيك يا مزمزيل؟ احنا من بعدك ما كناش بننام الليل ومن هجرك شفنا المر والويل. عن اذنك يا سيسار. تعوقيش علي يا بهية. ما تعوقش انت على الشاي يا سيسار. انا اقدر يا بهية. النبي توعدنا باللي ريح بالنا ويسعدنا. ازيك يا مزمزي. الله يسلمك يا سيسار، وحشتك قوي قوي. ما كنت لسه مع حبيبة الروح. ودي حاجة تزعلك؟ ابدا، ده شيء نفرح له. وما بتتريق عليها ليه؟ اصلي مبسوطه منها قوي. الدخله مزاجي حلوه قوي، طعمه قوي، ومهوده قوي. قصدك ايه؟ لا عندك ده انا هتجوزها لو احظ. مستنيه ايه؟ مزغرات يا مزمزيل. حبينا يا قلبي لكن شفنا حبايبنا راحوا للي يسوى وسابوا اللي ما يسواش. يعني عدت منه ازاي هدى سلطان برضو؟ يعني ما ده برضه كانت يعني صاروخ اونكل فريد بقى اونكل فريد ما كانش ممكن يعديها. الفيلم ده فعلا ده الصدفه لعبت دور لانه كان المفروض فريد، بس ده من اهم افلام السينما المصريه يعتبر يعني على اطلاقها. على اطلاقها يعني اولا كان في ابتدينا جراه ما كانتش موجوده في افلام كثيره، مشاهد ما كانتش. ده اللي كاتبه عبد الحي اديب بالمناسبه. طبعا من اهم من اهم الاعمال على مستوى الكتابه الدراميه وعلى مستوى الاخراج لعز وعلى مستوى اداء الممثلين، وكان ويظل فعلا امراه على الطريق نقطه فارقه بالنسبه لرشدي. اظن من النقاط الفاصله ايضا كان وانا بنط يعني مراحل شيء في صدري. طبعا ده ستينيات بقى، هي كنا لسه خمسينيات انما ستينيات شيء في صدري طبعا. كمال الشيخ كمال الشيخ كان فيلم مهم جدا. طبعًا. فيلم رهيب. انتوا بتحبوا تتفرجوا له على ايه؟ اسمه انا من حواء. من حواء طبعا. وتمر حنا معاكي. وتمر حنا تمر حنا عيني عليك يا خي. عيني عليك يا حرق قولت ايوه يشيلوا الفظيع فعلا. تمر حنا منيره. تمر حنا تمر حنا ممكن اشوفه مره. الزوجه رقم 13 في ساعه جواز. هو كل افلامه بصراحه. انتوا كنتوا بتروحوا معاه الاستوديو؟ يعني كان ممكن تروحوا معاه الاستوديو في التمثيل؟ ايه الفيلم اللي انت فاكراه اسمه كنتوا بتروحوا فيه؟ في فيلم انا في اخره الزوجه 13. الزوجه 13 انا في اخر سين. اخر سين. اخر مشهد في الزوجه 13 اخر الفيلم اندل. الكاميرا بتيجي على بنت صغيره بتضحك هي كسبت دي انا. دادي ما كانش يعرف، اتفاجئ بيها. كان انكل فطين عبد الوهاب عملها من وراه. بس لكن انت كان حد قال لك بتحبي تمثلي؟ يعني انت حلوه وبلوندايه وكده؟ لا عندي، انا كنت بره كتير مع مامي كتير. ما تقعديش بقى كتير في مصر. والطاهر انت كنت يعني بقيت مخرج من حبك للسينما مع رشدي؟ طبعا عم رشدي ليه دور كبير قوي، حببني في السينما وحببني في الوسط الفني وفي التمثيل وفي الفن. طبعا كان ليه دور كبير قوي. يعني انت اصغر لكن كنت في كواليس كنت بتروح بلاتو معاه؟ لا ما روحتش معاه. انا مره واحده كنا في احد الفنادق وكنت فعلا رايح معاه البلاتو بس نمت فروحت. مع الاسف.
طب نشوف الباشا في شيء من شيء في صدري. والحقيقة ان ده ايضا قصة مهمة جدا. فيلم مش شعبي يعني، فيلم مش يمكن مش جماهيري، لكن فيلم مهم، فيلم عمل فيه دور من اهم ادوار رشدي. رائع. وفي التعليق هنذكر المجهودات اللي معاليك بذلتها في خدمة الاقتصاد المصري ولمساعدة الملايين من المطحونين. اللي ايه يا سيدي؟ المطحونين يا معالي الباشا، يعني المعذبين. مثقف يا باشا، مثقف. بلاش الكلام ده وهتودك. حاضر يا فندم. وهنا هيجي تسجيل لصوت معاليك وانت بتدافع عن حقوق 20 مليون فلاح وعامل. مش ده محمد السيد يا عبد العظيم؟ ما افتكرش يا باشا، ما صرناش. هو محمد السيد. هو اطمن لي عفاك غربان، يبقى لازم يكون هو. انا متاكد ان ده محمد افندي السيد. محمد افندي السيد مين يا باشا؟ ايه اللي هيجيبه المسرح؟ قصه مهمه جدا. طارق ممكن تكلمنا عليها؟ ده فاتي غانم طبعا. في علاقه كمان بين كمال الشيخ، يعني في كذا مخرج، اولهم عز وصلاح ابو سيف وكمال، يعني في غروب وشروق احد الافلام الرائعه جدا طبعا اللي احنا هنشوفه في تاريخ كمال وفي تاريخ رشدي. انا بشوف بقى انه شيء في صدري مرحله اعلى كمان في فن الاداء، يعني فكره الاداء. يعني هو كان ممكن يفضل الدون جوان اللي هو الناس الستات بتحبه، ويلعب افلام لطيفه زي من حوا، زي نص ساعه جواز، زي غيره، زي زوجه 13، لكن هل كان في فتره في حياته ابتدى يختار بشكل مختلف، ابتدى يختار بشكل ما هو لان هو الممثل. هو دايما كان يقول اي واحد شكله حلو شويه ممكن يبقى نجم. ايه النجم ده؟ ولا حاجه. الممثل هو اللي بيعيش. شوفي هو بكل جماله ده وبكل جاذبيته والكاريزما اللي ربنا اداها له، كان لدي ايمان قاطع ان اللي هيعيش الممثل رشدي اباظه. الوهج والضوء مهما كانوا بيزولوا، لكن اللي ما بيزولش وبيزداد هو الممثل. عشان كده هو نوع وعرف عارف ينوع. الممثل هيعيش. فشيء في صدري لو هنا اللي بيعيش الممثل، هنا الاداء، هنا هنا قدره المبدع. ونوع في افلام ونوع، اخذ كل الادوار يعني. وعمل هو الأب عمل اب وعمل استاذ الجامعه، وعمل شرير وعمل طيب وعمل كل وعمل سعيدي وعمل الحقيقه كله يعني عمل كل الادوار. وابو دم تقيل وابو دم خفيف بالظبط، وكله والشرير. نخرج فاصل قصير وبعد الفاصل عندنا مشاهد كتيره جدا. هنشوف تمر حنا، هنشوف غروب وشروق، هنشوف صغيره على طبعا، ويعني وبتاع. اوعى تعدي، اوعى تفوت، اوعى تعدي وعود لوقت الحب وكان صلاح جايين طبعا. يعني فاتن حمامه، ويعني الحقيقه ان افلام كتيره جدا هتكتشفوا انه فعلا احنا بننسى، بس كل ما نفتكر حاجه نقول الله انا فاكره الجمله دي من الفيلم ده، انا فاكره الفيلم ده حلو، وتقول لي لا ده كمان ده بحبه. لا هو الفيلم ده ملك التنوع كفن حقيقه، عمل كل الوحيد اللي عمل كل الادوار صح. عنده قدره كبيره على التنوع. كله فاصل ونرجع نبحث عن رشدي فلاح. شيل العيال صدري دي، ده ما يطلعش لقمات النار. عارف ان شاء الله يطلع بالدم. توجعك يا حسن؟ وجعتني كتير. مية النار تحرقك يا ابو علي. ابدا، دي هتبرد ناري. شيل خلاص تشيل. قلبي عليك يا خي، من حر قولك حي. قلبي عليك يا خي، من حر قولك حي. حبت عليك للخير بعد
غير الحي قلبي.